السلام عليكم غزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ يعني نتمنى تكونوا احسن الاحوال نتوما كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. فمرحبا بكم بنات في فيديو جديد. فاليوم كتشوفوني انا في السوق، ف كنقول نصور لكم ما نصورش لكم، فقلت في الاخير قلت علاش لا نصور لكم فيديو ديال السوق وتشوفوا معايا ونتقاسم معكم شنو كاين في السوق الجديد ونقترح عليكم كذلك هذا الفيديو. ويلا كيهمكم الامر بقاو مع الفيديو، ما تمشيو لين واجيو ونسوني واجيو قولوا لي الراي ديالكم في الحاجات. عجبوني حاجات فقلت نتقاسمها معكم. فاول حاجه البنات ما تنساوش لي لايك، وكذلك اذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم دائما الجديد. فاول حاجه البنات لقيت هاد لي كوفر لي هادو اللي كيجيو سخيخين او ايدردونيس على هذا الشكل هذا اللي كيجي واحد الواجهه مزوقه وواحد الجهه كتجي مقطنه يعني سخيخه ورطبين بزاف، ما تصورش البنات رطبين يعني رطبين بزاف. ففيهم بزاف الالوان والثمن ديالهم 40 اورو وكاينين يعني شكيلات كيحمقوا. فبالنسبه بحال هذا كيصلح يعني الوليدات الصغار، ممكن يديروا الاولاد الصغار في البيت ديالهم. كذلك كاينين شي شكيلات يعني كيحمقوا بحال هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا، فكيجي فيهم النقري كيجيو بجوج مخدات كيف كتلاحظوا الزواقه ديالهم كتحمق الشكل ديالها. كيجيو يعني كيجي فيها كوفر لي يعني مانطا، ما عرفتش كيفاش غنشرح لكم، كيجيو منهم كوفر لي منهم مانطا. وكذلك كيجيو فيهم جوج ديال المخدات ف 40 اورو. كذلك كاينين هاد المونطات هادو بالنسبه للبنات اللي عندهم تربيه او حوامل، فكاينين مانطات كيحمقوا في السوق الصغار 12 اورو والكبار كاينين ب 15. فكاينين بزاف ديال اللوينات الزرق الغوز، كاين بزاف الشكيلات. كذلك البنات كاينين هاد المانطا حتى هما ب 20 اورو، في كيجيو كبارين حتى هما ديال يعني ديال الغطاء ديال كيصلحوا بزاف الحاجات، فكيجيو كبار يعني ديال كامد ماتريمون يعني كبيره ديال جوج الناس، كانوا ب 25 نزلوا فيهم دايرين فيهم ريدكسيون ديال 5 اورو. فسخونين وخفيفين يعني ما تقلش. كاين كذلك هاد المانطا هادي اللي كتشوفوا في الابيض، كذلك كاين في الكري، فكاين بزاف الشكيلات عندهم داك الوجه يعني مزوق والجهه الاخرى كتجي مقطنه مصوفه يعني رطبين بزاف. فالكامات ديال 90 فيهم كيديروا 15 اورو، والكامات اللي كبارين على 90 يعني ب يعني ب 150 فالثمن ديالهم 20 اورو. كاين هادو كذلك كتشوفوا. فبالنسبه كذلك الفوطات عندهم فاثمن عندهم رخيصه في الفوطات، فكيف كتلاحظوا كاينين هادو فجوج ديال الفوطات ب 3 اورو، هادو يعني ديال لافابو ديال اليدين ديال الغسيل هكايا كتمسحوا كيمسحوا فيهم اليدين، فجوج ب 3 الثمن ديالهم. وكذلك راهم قطن يعني رطيبين ديال القطن. وكاينين يعني ديال الصغار يعني ديال دوتشا، كاينين ديال دوتشا كبارين ب 6 اورو، وكذلك كاينين ديال لافابو صغار فجوج ب 5 اورو. فكاينين يعني بزاف ديال الاحجام فيهم. كاينين هادو هما ديال يعني ديال البانيو او الحمام، ففيهم بزاف ديال اللوينات. كذلك كاينين هاد السيربيتات هادو كتشوفوا او فوطه ديال الكوزينه كتشوفوا فيهم 6 ديال البياسات، فمجموعه بستة كتبقى ب 6 اورو، ففيهم بزاف ديال اللوينات يعني على حسب الاختيار. كذلك كاينين هادو بسبعه كيف كتلاحظوا، هادو سبعه نصبه خيرات كيجيو يعني هادو كيلمطوا لينا الكاما او لولي ديالنا، فهادوك كيجيو لاصقين يعني التوب اللي كيجي لاصق على الكاما ب 7 اورو. وبالنسبه لكوبر لي كتشوفوا فيهم ديال المبره، فيهم ديال التوب يعني، وكيوجو فيهم دوك الزواقات كيحمقوا الشكل ديالهم كيجي بحال داك الزواق عربي، وكاين اللي فيهم كذلك حتى الحجيرات، وكاين يعني كاينين بزاف الاشكال البنات. فقط بغيت نتقاسم معكم تشوفوا هادو، صراحه كيحمقوا انا شحال ما جيتش للسوق فشفت هاد الشكيلات هادو زوينين صراحه، حتى اللوينات عندهم كاينين اللوينات زوينين يعني كاين فاش تختاروا كاين لي شوا بزاف لي شوا عندهم.
فيهم جوج ديال المخلط وكاينين اللي فيهم ثلاثه، فعلى حساب. والثمن ديالهم كاملين كيديروا 40 اورو، فكاينين في الدوغي، كاينين في النقري، وكذلك في كاين اللي فيهم الزواقه في النقري والدوغي كذلك، وكاينين اللوينات فيهم بزاف ديال الالوان، يعني كل واحد شنو غادي يختار. كيف كتلاحظوا اللوينات راهم كيبانوا في لومبالاج ديالهم. وكذلك الكورتينات، فبالنسبه للخوامي او الكورتينات فواحدة ب20، وجوج يعني كيطيحوا ناقصين في الثمن، فجوج ب38 اورو. لو تجدوا يعني كاينين بزاف ديال الريدوات عندهم، كاينين هاد المانطات على هاد الشكل تا هما، فكيجيو صبانات هادو في واحد الخويكو ديال او مجموعه ديال يعني ايزور كيجيو من هادوك المقطنين ديال البرد، كيجيو ثلاثه ديال البياسات وفيهم كذلك حتى المخاد، فثمن ديالهم 18 الاورو هادوك يعني صبانات ديال البرد. كاينين هاد ايزور هادو او صبانات كيف كتلاحظوا حتى هادو ديال الصيف، فمنزلين فيهم فالثمن ديالهم 10 الاورو، ففيهم اللوينات حتى هما، وكذلك فيهم حتى المخدات ديالهم. وجينا هنا لصحاب الثوب هنايا، فبصراحه هاد السوق فيه غير واحد اللي كيبيع الثوب، ما كاينش بزاف، فتنتبهي هاد الثواب هادو اللي كتشوفوا اللي معلقين، فالشكل ديالهم كيجي زويون، فالثمن ديالهم 12 اورو. كاينين عندهم كذلك هادو ديال الكوزينه، يعني كتستعملوا كريدوات الكوزينه او يعني بيت ديال الدراري، او كاين بزاف ديال الشكيلات، كاينين اللي سامبل وكاينين اللي كيجيو مطروزين، فكيجيبوا بزاف من هاد البيض هذا، بزاف كيكثروا، ماشي بحال بعض الاسواق كيكون فيهم بزاف. كاين كذلك هاد الثوب هذا اللي كتشوفوا عجبني بالنسبه لاصلاح كذلك البيت ديال الاطفال، كيجي زوين، تقدروا ديروا منه مخيدات، تقدروا ديروا منه بشحال بشحال من حاجه، فصراحه فيه لوينات زوينين، والثمن ديالو 8 اورو. وكاينين شكيلات اخرين كذلك، فالاثمنه 12 اورو تقريبا، هذوك اللي كيجيو شويه عراضين. فبالنسبه للعرض كاين اللي كيجي فيهم دوبلي انشو، دوبلي انشو يعني كتجي فيهم شي 3 المتر في العرض، يعني كتقدروا تستافدوا منه، ماشي بحال المغرب يعني كتاخذوا بالمترو، ما كيجيش فيه ديك 3 متر، يقدر تجي فيه غير مترو 80 ولا 2 متر كاع الا كثر. هنايا بانوا لي هاد البقيلات هادو حتى هما ديال الكوبري او ديال النحاس كيف كتلاحظوا، فكيبيعوا مجموعه ب 35 عفوا ديال الاورو، كيجيو فيهم الكبيره وماين وصغيره، وكيجيو فيهم جوج الغلايق ديال الزاج، فصراحه زوينين، يدو منهم الناس بزاف. كيف كتعرفوا راه النحاس يعني صحي في الطياب، ماشي بحال المواد الاخرين، يعني ماشي بحال الالومنيوم، ماشي بحال يعني الكوبري اللي كنتو كتعرفوا راه زوين بزاف، يعني ماشي مضر بالنسبه، ما كيدير حتى شي حاجه وما كيطلق ما والو. كاين كذلك هاد القرادات هادو كتشوفوا حتى هما، كي هاد لي روبو هادو كيمشيو غير بالخيط، يعني كيقطعوا كيدوروا بالخيط ماشي بالضو، فكاينين ديال 15 وكاينين ديال 20. كاين هاد البانطوفات هما على هاد الشكل اللي كتشوفوا، كاينين فيهم اللوينات، فهادو بالنسبه لهادو دايرين بحال دوك الصباب ديال بنتي كواترو، يعني ديال الديسكانسو او ديال الراحه ديال الرجلين، يعني ضد التعب، فجايبينهم كيجيبوهم حتى في السوق كيطيحوا رخاصين، ماشي بحال كيتباعوا، الا شفتهم كيتباعوا اونلاين في الانترنت، فالثمن ديالهم اقل كيديروا 20 اورو على ما كنظن، فهنايا كيديروا فقط 12. هنايا الحويجات كيف كتلاحظوا جينا الكبابط، فشفت هاد الكبابط هادو كيجيو طوالين، دايرين انهم اوفر 45 اورو، ما عرفتش هادو غاليين شويه، ولكن كيبانوا لي يعني غلاض بالنسبه يعني يقدروا يكونوا كاليتي على
على حساب الثمن ديالهم، فكيجيو من الداخل مقطنين رطبين بحال المبرم من الداخل سخيخنين، كيجيو يعني بحال هما اصلا ديال الثلج هادو، وعندهم القبيب كيجي بحال الفرور كيجي رطب عندهم القب، وكيجيو كذلك طوال. فكاين فيهم البلو مارين وكذلك كاين فيهم حتى النواغ ديالهم، كاين هذا كاين الكحل ديالهم، وكاينين هادو 25 كذلك كتشوفوا هادو ما جوش طوالين بزاف، انما كيجيو شويه يعني كيكونوا فوق الركبه، ماشي يعني واصلين كما يعني ما يوصلوش حتى للركبه. كاينين هادو اللي في الموطات فبالنسبه لهادو طوال شويه، حتى هادو 25، وكاين هاد الشكل هذا اللي كيجي مزوق حتى هو في اللي كيعجبو مزوق، وكذلك كاين الكرونا وكاين البلو مارين، كاين الزرق مفتوح حتى هو عندهم. ف 25 بين الكباب بين 25 و 45 35 على حساب كل واحد الثمن ديالو. وهنا كاينين هاد التقشرات هادو كتشوفوا، فهادو 5 الاورو كيجيو غلاضين يعني من الداخل غلاض، فالتقاشر كاملين ب 5 الاورو، كاين اللي كتجي فيهم 3 ديال البياسات وكاين اللي كتجي فيهم جوج. وهنايا كيبانوا لي هاد البنطوفات هادو، كاين بزاف ديال الشكيلات البنات، بزاف ديال الشكيلات كيحمقوا حتى هما فيهم شي شكيلات زوينين. فالاثمنه بين 8 و 10، فكاين اللوينات نتوما تشوفوا. فصراحه هاد لاتينوس ديما كيجيبوا حاجات ديال الصوف، الحاجات ديال هكا ديال البنطوفات، كيجيبوا الكبيبطات عندهم داكشي ديال الصوف بزاف بلادهم، فتا التجاره ديالهم كيديروا هذا الشكل ديال الحاجات. كاين هاد الشكيلات حتى هما من الصنع ديالهم، حتى هادو الاسمنه ديالهم بين 8 و 10. البنات نتمنى تخليو لي تعاليق ونشوف واش كيعجبكم يعني هاد النوع ديال الفيديوهات او لا لا، فالا كيعجبكم وشنو الحاجات اللي يعني تحبوا انني نصورها لكم تعجبكم صورها، فخليو لي التعاليق ديالكم. وبالنسبة كذلك للسوق البنات نتي ما قلت لكمش، فهذا السوق ديال فيتوريا غاستيس اللي متواجد في بايس باسكو طبعا. فهاد السوق هذا كيكون نهار الاربعاء دائما، الاربعاء الاربعاء كيكون كيعمر. كاينين هاد لي مونطو هادو حتى هما كيجيو سخيخين وغلاض، ففيهم حتى هما اللوان كيجيو طويولين، ففيهم بزاف ديال الالوان حتى هما، كاين الغوز كاين هذاك الموطارد كاين الكري كاين بزاف ديال اللوينات. فهادوك دايرين 35 البنات، وهنا الطويقيات. فصراحه حمقوني الطويقيات، انا نوريهم لكم تشوفوا مع دابا الريح كاين كيتحركوا كيفاش كيتحرك داك الشعر ديالهم كتشوفوا، صراحه زوينين كيحمقوا الشكل ديالهم بالنسبه لديك الشوشه اللي كتجي الفوق، شفتوا كيفاش الريح كيلعب بهم. كاينين بزاف د اللوينات فيهم، الثمن ديالهم 10 الاورو، صراحه كاينين اللوينات زوينين كيحمقوا فيهم.
ما سخيتش بهم بقاعين نبقاعين شدهم بيديار طويل عندهم دوك الشوش. حاجه البنات هاد الصابونات كذلك كتشوفوا هادو يعني كيجيو سخيخنين هادو ديال البرد كذلك كاين الكاما 90 وكاين الكاما ديال 135 فهادو كذلك الاثمنه ديالهم 18 اورو فكيجيو فيهم يعني ثلاثة ديال البياسات او اربعة يعني كيجيو فيهم صابانة التحتانية وكتجي صابانة وداك الإزار الفوقاني وكذلك كيجيو فيهم جوج المخدات فكاينين بزاف ديال الشكيلات البنات صراحة زوينين هادوك ديال اللي كيكونوا سخونين في هاد البرد هذا كيجيو زوينين حسن من هادوك الاخرين كيزلقوا وهنايا غادي نوريكم واحد الحاجه البنات نوريكم لي زاكسسوار هنايا فنوريكم واحد الحاجه زوينين كاينين هاد خواتم هادو هنايا فالاثمنه ديالهم 15 اورو كاينين هاد بولسيرات كذلك كاينين غورميطات وكذلك كاينين كيجيو هادو يعني ديال انوكسيدابل ما كيتاكسدوش هادو وما كيديروش الحساسيه فزوينين وما حتى اللون ديالهم ما كيتبدلش ففيهم هاد الخويتمات هادو كيف كتعرفوا ديال بولغاري ديال توس كاينين اغلبيه ديال توس عندهم كتشوفوا كيجيو في البراسليات وكذلك كيجيو في هاد الشكيلات ديالهم كيحمقوا الشكيلات ديالهم وجاو حتى في غورميطات هكا ديال اليدين حتى كذلك كاين فيهم بزاف ديال الشكيلات البنات فما عرفتش اش كيبان لكم مزيان كنحاول نشد لكم كاين الشمس شويه الشمس فهذا هو الشكل ديالهم كيجيو في النقري والضوغي كيجيو زوينين الشكل ديالهم هما اللون ديالهم ما كيتبدلش كما اكدت ليا مولات اللي كتبيعهم فقالت ليا يعني كتغسل بهم وكلشي وما كدوش بهم وكلشي وما كيتبدلش لهم اللون فالاثمنه ديالهم 15 اورو وكاينين كذلك حتى الخواتم اللي ب 10 نحاول نقرب لكم تشوفوا كاينين لي حتى 10 تا هما فيهم كاينين هادو نقري كذلك كاينين هاد هادو كيجيو يعني سنيسله وكتجي معاهم حلقات ديالهم كتجي كيجيو كومبلي وكاين هاد البراسلي هذا تا هو فكاين موديلات زوينين كاين بزاف الموديلات كيجيبوهم فكيمشيو ليهم اغلب يعني كيتباعوا اسبان كيديهم بزاف هاد الشكيلات هادو صراحه ملي كيكونوا يعني ما كيتاكسدوش يعني راه زوينين فاللي خايب هما دوك اللي تيكونوا كيتاكسدو كاين هادو ديال التوست هما كيجيو كيحمق الشكيل ديالهم حتى هما ب 15 البنات فهادو حتى هما قالت لي السيده بانهم كيتبدلش اللون ديالهم فكيجيو حويلقات وسنيسله ديالهم بالكولغان تاني بالتعليقه ديالها وحاجه اخرى البنات كيبانوا لي هاد بينوارات هادو اول بينوارات راهو لور كيبانوا فغادي نشوف وحدين اخرين هنايا كاين هادوك اللي معلقين راه هما ما عرفتش الشكل ديالهم دابا يوريني نشوف كاين داك الغوز راه هو اللي كتشوفوه فيه الشويبي فهذا هو الشكل ديالو كيف كتشوف هادو 15 اورو كيجيو رطيط بينو الشكل ديالهم زوين فكاينين فيهم بزاف د اللوينات كاين حتى الزرق ديالهم كاين الغوز كاين هاد الشكيلات انا غادي نوريكم وحدين عاوتاني كاينين فهاد القنيس هذا كاين هاد الشكيلات هادو حتى هما 15 ف
كيجيو يعني تحت الركبة، كاين اللي تحت الركبة وكاين اللي جاو مع الركبة يعني كاين اللي بالسنسلة، فأغلبية جاو بالسنسلة، وكاينين كذلك اللي كيت يعني كيتسدو بالجنب بالحزام، ففيهم بزاف الشكيلات. كاين هاد البلو مارين هذا كيف كتلاحظوا كيجي هذا بالعقاد، كيجي حتى الركبة ف 15 أورو. وبالنسبة للطايات عندهم الطايات كيجي ورطي طبين البنات، فالبنات انا غير كنوريكم وكنشارك معكم داكشي اللي كنشوف في السوق، فكاين اللي غيعجبو يعني الحوايج، كاين اللي ما يعجبوش، فبحالنا يعني كاين الحاجات اللي يعجبونا وكاين الحاجات اللي ما يعجبوناش. فقط انا كنتقاسم معكم الحاجات اللي كاينين البنات، وكنحاول ندير معكم واحد الجوله وتنساريكم معايا شويه. كاين هاد لي بوط كذلك، فجيت هنا جاي الصبابط، فاليوم ما كاينش بزاف الصبابط البنات في السوق، فهادو دايرين ليهم 5 الأورو، وهاد لي بوط هادو دايرين ليهم 15. هادو اللي كيجيو طوال الجلد كتشوفوا، فهادو ناقصين فيهم. وبالنسبه للصبابط يعني رخاصين، كاين هاد الشكيلات هادو اللي كيجيو بحال كونفيرسات، كاين اللي جاوا بالسيور صبابط كيجيو بحال الجلد، هما ب5 الأورو هادو كاملين يعني ب5 الأورو. كاين داك الكرونا، كاين هادو هاد السبرديله تجين بحال صبال سبرديله، حتى هادو هادو غير ايميتاسيون ديال واحد الماركه تا هما، ف5 الأورو دايرين ليهم. كاين هادو عندي بحال الجلد تا هما لي بوط، فهادو زوينين يعني ب5 زوينين. كتشوفو هادو ب5 تا هما في الكرونة اللون ديالهم، وكيجيو يعني بحال الجلد، والطالون ديالهم هادو ميطالين، مكيجيش كيجي الطالون ديالهم مرتاح، ماشي ماشي طالون خايب. وحاجه اخرى بالنسبه لهاد البلاصه، شفت لي سيرفيت البنات يعني الكتمات ديال الاولاد، فدايرين هنايا ناقصه في كل شيء، كتشوفوا التيكيات صفرين، فكامله كتقول لي بانهم كلهم ناقصين. فالاثمنه هنايا بين 10 و15، يعني لي سيرفيت فيهم شكيلات كيحمقوا الوليدات، فطايات كاين ديال عام، عامين، 4 سنين، 5 سنين، حتى 16 عام، فكاينين بزاف ديال الطايات عندهم. انا غادي نحاول نوريكم كاينين هاد الكيتمات هادو كتشوفو، فكاملين مستراول. غادي نحاول ندور من هنا وغادي نوريكم هادو ديال البنيتات تا هما، فالاثمنه ديالهم 10 الأورو، كاين اللي 10 وكاين اللي 15، فاغلبيه 10 يعني هادو 12 عام ديال 12 شهر عفوا حتى 18 شهر يعني حتى عام ونص. كاينين هادو 4 سنين حتى 12 عام ديال البنيتات تا هما ب10 الأورو، تا هما مقسين ليهم الطايات، كاينين عندهم 4 سنين و 12، وهادو تا هما اللي كيجيو فيهم 3 ديال البياسات تا هما ب10، من 3 سنين حتى 6 سنين. جينا دابا للسيكان، كتشوفوا هاد الشكيلات هادو ديال هاد لي موديل ديال السيكان، فهاد اللي كاين في الماغون والغوز، هادو كاملين 10 الأورو كيف انا كتبت لكم في البانطايا البنات 10. وكاين هاد الشكيل هذا اللي كيجي، وهاد الخضيضر هذا كيحمق الشكيل ديالو، كيجي رطيط بالجلد ديالهم. بالنسبه لهذا فيهم حتى النواغ ديالو او الكحل ديالو. فالبنات وصلت الى نهايه الفيديو، كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش لي لايك وكذلك بارطاج، وفي امان الله وحفظه، ومع السلامه.